يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول شيخ الإسلام رحمه الله لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك؟ يعني مهما قوي يقينه وإيمانه ومعرفته بالله هذا لا يسقط عنه الأمر والنهي. هذا رد على اللي يقولون من عرف الله ووصل إليه بزعمهم ليس بحاجة إلى الأمر والنهي، هذا للعوام اللي ما عرفه ولا وصله. هذا سبق لكم وتكرر. نعم.